هذا الباكج كله، تخيلوا كل هذا البوكس نزلته لكم عندي بالبوتيك. إيه إن اللي ما عندها نيكد تشتري وهي مغمضة، لأن هذيل الثلاثة أنا ما أستغنى عنهم كلش بالميك اب. ليش حاطي لكم نيكد 1 نيكد 2 نيكد 3 وحاطي لكم كل الحمر ملوت أربن دي كي مع تحاديدهم، يعني مثلا حاطي لكم تحديد بيج أحمر عنابي. خلوا أوريكم الحين درجات الحمر. حلو بهذا الباكج انه تقدرون تدزونه حتى حق مثلا واحدة عيد ميلادها، ينن واحدة تحب الميك اب، واحدة تستانس على المكياج. وايد حلو الباكج، وايد حلو كشخة وراقي وراح تستفيد منه. طبعا حاطي لكم الثلاثة النيكد الموجودين، الاول والثاني والثالث. طبعا الاول ميكس بين البنيات والزراق، الثاني ميكس يكون بين هم البنيات وشوية على الرماديات، الثالث لا ميكس بين الوردي